حياكم الله مجددا في أهلا. التستر التجاري وما أدراك ما التستر التجاري، هذه القضية الشائكة جدا التي استمرت لعشرات السنوات بعد صدور التنظيمات الجديدة والموافقات السامية عليها والعمل الجاد الذي نشاهده اليوم على أرض الميدان. هل نستطيع أن نقول أننا في زمن القضاء، أو دعوني أكون منطقي أكثر، الحد جدا من التستر التجاري؟ هذا ما سنعرفه في هذه الحلقة مع ضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ عبد الرحمن الحسين، وهو المتحدث الرسمي لوزارة التجارة. أستاذ عبد الرحمن، حياك الله معنا في أهلا، وشكرا كثيرا لتجاوبك الدائم مع دعوات البرنامج. يا هلا والله وسهلا، شكر لكم لهالبرنامج اللي احنا نشوفه يعني هو نبض الناس، هو نبض الشارع، يحكي مشاكل الناس واهتماماتهم، واحنا شاكرين لكم لانكم طرحتوا هالموضوع الهام جدا. شكرا لك، عاد هذا موضوعنا واحنا دائمين الطرح وسنستمر في طرحه باستمرار. شوف، تعريفات التستر التجاري كثرت صحيح، ويمكن وصلت كثيرا، لكن اعرف ان لديك ما هو ابسط وصولا الى الناس في ايصال التستر التجاري، وش تقول لهم؟ يعني رغم أنه دائما التحذير من التستر التجاري ودائما يتم الحديث عنه وأخطاره وأضراره الاقتصادية، لكن في شريحة من الناس حتى الآن لم يصلهم تعريف التستر التجاري بشكل بسيط. أنا بعرفه أبسط تعريف، لا نقايل أحكام المادة الأولى من نظام مكافحة التستر التجاري، ولا نقايل تمكين غير السعودي من ممارسة عمل اقتصادي غير مرخص له العمل فيه. باختصار، التستر التجاري تستقدم عامل تخليه في البقالة أو في محل السباكة أو الكهرباء حقك، تقول له عطني مبلغ شهري وانت اشتغل براحتك وخذ الفلوس. هذا هو التستر باختصار. تشتري محطة بنزين، تفتح لك محل، تفتح لك محل عبايات، محل أقمشة، تجيب لك عامل، تقول عطني بس في الشهر 2000 وانت خذ الفلوس كلها. هذا هو التستر التجاري. هذه جريمة، بعض الناس يراها مصدر دخل، بعض الناس يراها مخالفة بسيطة. ليست مخالفة، هذه جريمة، وجريمة كبيرة جدا، خطرها الاقتصادي على البلد ضار جدا، سرطان اقتصادي بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى. لذلك العامل الذي يتم استخدامه هو فقط يعمل بمقابل شهري، وأنت صاحب العمل، أنت من يمضي العقود، أنت من يوقع الشيكات، أنت من يعرف كل تفاصيل هذا العمل. لذلك إذا خليت هذا العامل الغير مرخص له يعطيك راتب شهري، أنت ارتكبت جريمة التستر التجاري، سواء كنت ذكر أو أنثى. وكونك ما تدري أنك ارتكبتها في غفلة أو زلة أو والله بتحسن دخلك، هذا لا يعفيك من العقوبة لأنك مرتكب لجريمة وهي تستر تجاري. جميل، بنيجي للعقوبة، لكن في أبسط من كذا تعريف؟ أبد، كذا واضح جدا وأشكرك عليه. لكن يعني هذا الكلام الكبير، يعني سرطان ينهش في الاقتصاد، يقضي على كل الموارد، وأنتم تعرفونه كمسؤولين، لماذا استمر كل هذه السنوات؟ وينكم عنه من زمان ما قضيتوا عليه؟ التستر التجاري عمره حوالي 40 إلى 50 عام في المملكة. في السابق كانت مسؤولية مكافحة الغش، مكافحة التستر التجاري ملقاة فقط على عاتق وزارة التجارة. طيب، لم تنجح ولم تثمر هذه الجهود لأنها لا يعني مسؤولياتها ونطاق عملها وأسبابها وجوهر هذه القضية هو متعلق بعدد كبير من الجهات الحكومية، متعلق بالعمل، متعلق بالأمور المالية، متعلق بعدم دفع للزكاة، متعلق بأمور كثيرة. لذلك ترك التستر التجاري في فترات ماضية ملقى على عاتق وزارة واحدة هو السبب الذي أفشل كل المواجهات مع التستر التجاري. اليوم أنت لما قلت أن احنا في مرحلة جديدة من مواجهة التستر التجاري، أنت تعني هذه الكلمة، لأن الحمد لله بصدور موافقة المقام السامي، بوجود لجنة وزارية إشرافية وبرنامج وطني لمكافحة التستر تشترك فيه أكثر من 10 وزارات وهيئات ومؤسسات تكافح التستر. اليوم احنا ما نحكي عن مواجهة التستر التجاري أنه فقط وزارة التجارة، اليوم نتحدث عن وزارة الداخلية، نتحدث عن مؤسسة النقد، نتحدث عن وزارة الموارد البشرية، عن وزارة الاستثمار، عن كثير من الهيئات والوزارات التي أصبحت الآن تعمل، بما فيها وزارة البيئة والمياه والزراعة، بما فيها وزارة النقل، بما فيها هيئة الزكاة التي تراقب، وكل جهة من هذه الجهات لديها مهام، لديها أعمال في هذا البرنامج وتقوم بها مثل الأدوار اللي على وزارة التجارة بالضبط. جميل، أول شيء أنا أشكرك أنه على يعني على شفافيتك في الاعتراف أنه الفترة اللي فاتت يعني صحيح لم تنجح، يعني فشلت في ذلك. طيب، مع البرنامج الوطني لمكافحة التستر ومع معرفتكم مكمن المشكلة وعدم نجاحها، وش الجديد اللي نتوقعه في الفترة الآن؟ يعني كيف حتحاربون وكيف حتقضون عليه؟ اليوم احنا نتكلم
وفيه ملامح هامة جدا في مواجهة التستر. نتكلم عن لجنة إشرافية وزارية فيها عدد من أصحاب المعالي الوزراء يتابعون ويشرفون ويقترحون ويضعون الخطط اللي تكافح هذا التستر. وكل وزارة من هذه الوزارات التي تعمل اللي عديتها من شوي عليها مؤشر قياس للأداء. كل مبادرة من مبادراتها مثلا أعطيك مثال مثلا نتحدث عن وزارة الموارد البشرية عليها من ضمن المهام المطلوب منها توطين الأنشطة التي يغلب فيها تستر. مثلا وزارة التجارة ووزارة البلدية ومؤسسة النقد عليها فرض الدفع الإلكتروني في منافذ البيع، وشفناه وهذا من مخرجات البرنامج الوطني لمكافحة التستر. الآن كافة قطاع التجزئة في دفع إلكتروني، وعندما لا تشاهد ذلك بإمكانك أنك تبلغ. نتحدث عن الفوترة في التعاملات ودفع الضرائب ودفع الزكاة أيضا، هذه مسؤولية هيئة الزكاة. كل جهة في هذا البرنامج لديها مؤشر لقياس أدائها، إضافة إلى المؤشر اللي لأول مرة في التاريخ اللي هو في مكافحة التستر، مؤشر لقياس حالات الاشتباه بالتستر. حالات الاشتباه الآن كل الجهات الحكومية ستزود هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي بكل الأرقام والبيانات والمعلومات التي لديها. مثلا التأمينات الاجتماعية يزودون هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي بأعداد المسجلين لديها. وزارة التجارة تعطيهم عدد الأنشطة، عدد السجلات، عدد الرخص، وحتى القوائم المالية. كل ما يتعلق بمكافحة التستر سيتم تزويده إلى هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي. وبناء على البيانات سيكون هناك مؤشر لحالات الاشتباه بالتستر، نستطيع من خلاله نعرف التستر في تنامي أو في انخفاض. يا سلام، جميل. طيب اليوم وقفتم على قصص كبيرة ومؤلمة أدت فعلا إلى خسارة كثير من الأموال وأثرت على الاقتصاد بخصوص التستر بكل صراحة. والله العظيم وقفنا على قصص تصلح أفلام، فعلا تصلح أفلام. أعطنا منها. شخص في الليل يعني أموره متيسرة ولا عنده مشاكل مالية ولا عنده أي شيء، صح الصباح لقى نفسه مديون بأربعة مليون ريال. كيف؟ بكل بساطة، هذا الرجل لا يعلم عن التجارة شيء، أعطى هذا العامل الغير مرخص له العمل التجاري، أعطاه أوراق على بياض المؤسسة موقعة ومختومة على بياض، أعطاه شيكات موقعة على بياض. جاء هذا العامل قال أنا والله تعبت بأنقل كفالتي. الرجل حسن النية السعودي نقل كفالته. لما راح للعمل جو الموردين يطالبونه ببضائع قيمتها 4 مليون. الرجل الآن صار مديون 4 مليون ريال لأن فيه عامل أجنبي جالس يتصرف في بضاعته وفي أوراقه وفي شيكاته وهو ما يعرف. نظاميا هو المسؤول عن سداد 4 مليون. هذا السعودي هو المسؤول عن سداد 4 مليون. أيضا هناك مسؤولية على الأجنبي، لكن المسؤولية الكبرى على صاحب السجل الذي باسمه كل التعاملات. أيضا في قصص والله مؤلمة جدا. خلنا نأخذ قصة ثانية. شاب سعودي لديه عامل، هذا العامل يفهم كثير في الميكانيكا والسمكرة. فتح الورشة، هذه الورشة بدأت تشتغل. الشاب السعودي يأخذ فقط 3000 ريال شهريا ويبحث عن وظيفة، يقول أبغى وظيفة ب6000 ب7000. هذا العامل الآسيوي في الورشة شرى بيت في الرياض، شرى شقة في دبي، شرى سيارة فارهة ودراجة نارية، يملك كل هذه الممتلكات، والشاب السعودي اللي باسمه العمل فقط يعطيه 3000 ريال شهريا ويتمنى وظيفة ب7000. ما يعرفون كثير من المتسترين السعوديين الحجم المالي الكبير لمؤسساتهم. قصة ثالثة، مواطن سعودي كاتب معروض يلتمس ويطلب من هذا العامل الآسيوي أنه يزيد له الراتب الشهري اللي يعطيه إياه، بدل ما هو 3000 يبغى 5000. شوف وين وصل الذل في هذه العملية وهو يرتكب لهذه الجريمة. قصة رابعة، مواطن وقع 250 ورقة رسمية على بياض ومختومة بإختام المؤسسة وحطها تحت تصرف هذا العامل. هذا العامل جلس يوقع عقود ومبايعات واستلام لبعض البضائع والسلع من الموردين والموزعين، عليه الآن ديون بملايين الريالات، وهذا العامل لا زال يستخدمها. يعني شيء جميل في هذا النظام الجديد، خلينا نفرح، النظام الجديد يفتح فرصة لتصحيح الوضع وما كانت موجودة سابقا. بإذن الله جار العمل على ضوابطها. وش نقصد بتصحيح الوضع؟ من تورط في عمليات تستر تجاري وهذه الجرائم سيكون هناك ويتم إعداد هذه الضوابط. بعد سريان النظام سيكون هناك 180 يوم فرصة متاحة لتصحيح الوضع يتم العمل على ضوابطها. النظام الجديد فيه إحدى المواد تقول إمكانية النظر في العفو أو تخفيف العقوبة إذا بادر
مرتكب هذه الجريمة واعترف بجريمته خلال 180 يوم. نعم، يعني هناك مكتسبات وتعامل لأول مرة يتم مع حالة تستر التجاري. طيب جميل، وصلني لمرحلة العقوبات، خلني أستثمر اللي باقي من الوقت. دائما في نقد حاد وأنا أشوفه منطقي إلا أن العقوبات ما هي كافية ولا هي راجعة. صحيح، وهذه من الأشياء اللي إحنا الحمد لله استفدناها في فترة البرنامج الوطني مكافحة التستر. كان السجن سنتين وكانت الغرامة 1,000,000 ريال، إضافة إلى التشهير وشطب السجل ومنع العمالة من العودة إلى المملكة والتشهير والأمور المختلفة هذه. الآن النظام الجديد لمكافحة التستر ضاعف الغرامة المالية، صارت 5,000,000 ريال بدلا من 1,000,000. 5,000,000. 5,000,000 ريال الغرامة المالية تصل إليها. السجن بدل ما هو سنتين صار 5 سنوات سجن. لذلك يعني تغليظ العقوبات كان ركن أساسي في النظام الجديد. العقوبة على من؟ على المتستر والمتستر كلهم، على كلها. كلهم بحسب ما تحكم به المحكمة المختصة، كلهم. التشهير يدخل فيها بعد الحكم؟ بالضبط، يدخل فيها التشهير، شطب السجل، إيقاف النشاط، يعني إبعاد المقيم وعدم السماح له بالعودة للعمل. كثير. هذا النظام أيضا فيه أمور هامة جدا، يحمي بيانات وهويات المبلغين. أول كانت فقط وزارة التجارة هي اللي تضبط عمليات التستر التجاري. الآن كافة المراقبين اللي يمارسون ضبط الجرائم من الجهات المختلفة يضبطون جرائم التستر التجاري. أيضا نتحدث، أول ما كان فيه مصادرة واحتجاز للأموال اللي هي محل المخالفة والشبهة والجريمة، الآن أصبح هناك حجز ومصادرة للأموال. نتحدث عن الآن سيكون فيه استدلال بأي وسائل إلكترونية ستكون محل الدليل. أيضا كيف المصادرة؟ أعطني نموذج. مثلا واحد فاتح بقالة، ممتاز، حتصادرون الربح بالبضائع بكل شيء مثلا إيه؟ سين من الناس فاتح بقالة متستر على عامل، وهذا العامل يمارس التجارة وعنده والله 1,000,000 أو 2,000,000. إيه؟ سيتم حجز هذه الأموال أو مصادرتها بحسب ما يقتضيه الحكم القضائي، ليس كما السابق ربما يأخذها السعودي أو ربما يعني يكون فيها مداولات أخرى. الآن هناك نص صريح في هذا النظام على حجز أو مصادرة الأموال محل الجريمة. جميل. إحنا نعرف في أنظمة الغش التجاري أن اللي يبلغ وفي أموال محتجزة أو شيء يأخذ نسبة منها بعد الحكم النهائي. في الغش التجاري، في الغش التجاري المكافأة لكل من يبلغ 25% من قيمة الغرامة التي يحكم بها القضاء. طيب التستر التجاري لأنه جريمة صارت المكافأة أكثر، صارت المكافأة 30% وليست 25%. لكل من يبلغ عن حالة تستر تجاري مكافأة قدرها 30% من قيمة الغرامة التي يحكم بها في الحكم القضائي. إذا بلغت لو فقط 1,000,000، لو 1,000,000 الغرامة لك أكثر من 300,000. ففي تحفيز كبير لمن يبلغ. جميل. حقيقة أنا المحاور كثيرة والوقت قليلة، بحاول أخذها معك بسرعة إذا تسمح لي. اليوم مواطن مقيم ماشي في الشارع، كيف يعرف إنه هذه حالة تستر عشان يبلغ عنها؟ يعني وش دراف؟ فين يعني مرحلة إنه بيثق إنها تستر ويبلغ؟ طبعاً التستر جريمة، وهي جريمة اقتصادية خفية، ومن أصعب الجرائم اللي صعب اكتشافها الجرائم الاقتصادية. الجرائم الأمنية قد يكون سهل اكتشافها، لكن الجريمة الاقتصادية صعب جداً اكتشافها. لكن عندما تشاهد هذا العامل الأجنبي يتصرف وكأنه المالك، عندما تشاهده يتصرف في العقود، عندما تشاهده يتصرف في الشيكات، في الممتلكات، عندما تشاهده يشتري لهذه المنشأة، يقوم هو بالصيانة بنفسه، يقوم هو بإدارة هذه المنشأة وكأنه المالك، هذه دلائل واضحة أن هناك تستر تجاري. يبلغ مين؟ يبلغ وزارة التجارة. على واحد؟ وهناك يعني سهولة في التبليغ، سواء عبر هاتف 1900 هاتف حماية المستهلك، أو عبر تطبيق بلاغ تجاري. جميل. فقط هناك خانة في الإبلاغ حالة جرائم التستر التجاري، يرفع فيها بلاغ على طول. طيب جميل. هذه حالة التستر، هل توجد حالة تستر بين المواطنين ولا ما تعتبر تستر؟ أنه أحد يطلع سجل تجاري باسم شخص آخر ويعمل فيه؟ لا، فقط حالات تستر هي التي يكون فيها طرف غير سعودي ويعمل في نشاط غير مرخص له العمل. طبعا مرحب بعمل غير السعوديين، لكن بشرط أن يكون حاصل على رخصة الاستثمار الأجنبي من وزارة الاستثمار. من يأتي باستخدام فرد لا يحق له العمل. لا يحق له العمل. هناك غير سعوديين يحق لهم العمل بالاستثمار، شرط أن يكون حاصل على رخصة في الاستثمار الأجنبي، وهذه غالبا لا تكون يعني لأفراد، تكون لشركات. شركات عالمية. لكن تجيب عامل وتستقدمه وتخليه يشتغل ويعطيك في الشهر 3,000، هذه جريمة تستر. بس ودي أقول نقطة أخيرة إذا سمحت لي. 40% من جرائم التستر للأسف المتورطات فيها نساء، سيدات ما يعرفون وش اللي حاصل في سجلاتهم التجارية. 40% من قضاء من جرائم التستر سيدات، يطلعون سجل تجاري وما يعرفون وش اللي حاصل.
ما يعرفون العقود من اللي يبرمها، ما يعرفون الفلوس من اللي يتعامل معها، ما يعرفون صفقات البيع والشراء من اللي تممها. ومين اللي خلاهم يطلعون السجل؟ قد يكون هي بنفسها طلعته وأعطته أخ أو قريب وثقت فيه، لكن التعاملات التجارية خاصة في هذا المجال لابد نكون حريصين. الثقة موجودة والإيمان بالله موجود، لكن لابد أن يباشر كل من يصدر سجل تجاري أن يمارس عمله بنفسه. لذلك أنا أوصي كل سيدة وكل رجل أيضا، لكن في مجال السيدات لأن كثير منهم ما يعلمون، لابد أن تشاهد وتطلع على كل تفاصيل العقود والعمليات التجارية والشيكات وكل عمليات توريد أو توزيع تتم باسمها أو باسم منشأتها، وتشرف بشكل مباشر وتتأكد أن هذا العامل الذي هو في منشأتها يأخذ راتب وليس هو كأنه مالك يستلم الأموال ويعطيها راتب. الجهل بالتستر يعفي من العقوبة أو يخفف منها أو لا؟ الجهل بالتستر لا يعفي ولا يخفف، الجريمة تقع، لكن في النظام الجديد عندما يبادر ويعترف من يرتكب جريمة تستر تجاري هناك مادة تخول المحكمة بتخفيف العقوبة أو إعفائه منها، ويبقى الأمر بيد القاضي. نعم بيد القاضي، لكن يؤخذ في الاعتبار هذا الاعتراف والتقدم به. جميل. طيب اليوم الواقع يقول أنه في حالات تستر كثيرة. نعم. متى تتوقع أنه في السعودية نشهد انخفاضها؟ بإذن الله، يعني من صدور الأمر السامي بوجود لجنة إشرافية وزارية على برنامج وطني مكافحة تستر وإقرار مبادرات له، ومؤشرين، مؤشر لقياس أداء الجهات ومؤشر لإشتباه حالة تستر. هذه نقطة نبدأ بها بإذن الله فصل جديد في مكافحة تستر. جميل. سنصل إلى مرحلة القضاء ولا الحد؟ القضاء بإذن الله. القضاء. الهدف هو القضاء على تستر تجاري. طيب جميل. قبل ما أنهي أبى أسمع منك ثلاث رسائل أخيرة. الرسالة الأولى للمواطنين والمواطنات إجمالا، ماذا تقول لهم في موضوع التستر التجاري؟ أقول لهم التستر التجاري ينتهي بكم، فعلا ينتهي بكم، هو جريمة اقتصادية لكن ينتهي بك وبي وبفلان وبفلانة، لأن في كل جريمة تستر تجاري طرف آخر وهو مواطن أو مواطنة. إذا المواطن والمواطنة لم يكونوا جزء من هذه الجريمة لم توجد هذه الجريمة. لذلك أنا أوصي كل مواطن ومواطنة بالابتعاد عن موطن هذه الجريمة وأن يقوم هو على عمله التجاري. إذا ضمننا هذا الجانب لم يعد هناك جريمة تستر. لذلك جاء هذا الشعار، التستر التجاري ينتهي بكم، بيدينا ننهيه. جميل. للمقيمين والمقيمات إجمالا في السعودية من أشقائنا العرب وغيرهم، الرسالة هي استغلال هذه الفرصة بوجود نظام جديد لمكافحة التستر، التعاون والإبلاغ، وهناك مادة مثل ما ذكرنا من شوي يعني تخفيف العقوبة والإعفاء منها في حالة التقدم والاعتراف والإبلاغ عن أي جريمة تستر تجاري يشاهدونها. جميل. باسم وزارة التجارة لزملائكم من الجهات الحكومية الأخرى اللي يشتركون معكم في البرنامج الوطني لمكافحة التستر، ما الرسالة؟ بالتكاتف والعمل والشراكة الحقيقية بإذن الله ستكون المواجهة وبداية نهاية جريمة تستر تجاري. عبد الرحمن حسين، شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا في أهلا. بالتكاتف ستكون بداية نهاية التستر التجاري. أعتقد أن لن أجد مسك لختام هذه الفقرة أكثر من هذه الجملة التي أتمنى أن تصل إلى كل مواطن ومواطنة ومقيم ومقيمة على أرض السعودية. لن يكون هذا اللقاء هو الأخير في أهلا خلال هذا الموسم عن التستر التجاري. بعد الفاصل ألقاكم.